أهلا بكم محبي مسلسل سوق الحرير، إليكم ملخص الحلقة 27. ولكن قبل البدء اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. عمران يذهب إلى كامل ويبقى عنده ويشكي له عن الحصل معه. شهاد يذهب إلى محل أبو طلال لكي يعمل معه، ولكن أبو طلال يمنعه. ويأتي طلال ويقنع والده أن يعمل معهم ويوافق أبو طلال. عبد الله يخبر خالته أم صباح أن أسعد يريد الزواج من صباح. عز ورفيق يذهب إلى المخفر ويسأل عن راضي ويخبرهم فضل عن قصته المتورط بها. فضل يطلب من راضي أن يحكي له كل تفاصيل قصته. سيف يذهب إلى بيت عبد الله لأنه يريد أن يأخذ خديجة ويخبر عبد الله أنه لا يريد أن تبقى خديجة عندهم. ويحاول عبد الله أن يهدئ قمر مشغول بالها على بناتها، وتقرر أميرة أن تذهب وتجلب بناتها، ولكن قمر تمنعها. عمران يذهب إلى فندق شادية لأنه يريد أن يبقى في الفندق ويرى عبد الله ويجلس معه ويتحدث. ويحاول عبد الله أن يحل الخلاف الذي بينهم، ولكن عمران يعصب صابر يتزوج من نوارة. عبد الله يقابل مريم ويطلب منها من مريم أن يبحثوا عن عائلة ممدوح. عزو يحط محامي لراضي، وعبد الله يأخذ مريم لكي يبحثوا على عائلة ممدوح. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد.